واحد بيتكلم على خطية التجديف على الروح القدس وانها لا تغفر في هذا الدهر والدهر الاتي، بيقول هل تتناقض هذه الآية مع الآية التي تقول من يقبل الي لا اخرجه خارجا، ومقولة الاباء لا توجد خطية بلا مغفرة الا التي بلا توبة؟ اللي قصده السيد المسيح ان انسان يعني طول حياته يكون بعيد عن الروح القدس وعن عمل الروح القدس في حياته، لكن التوبة بتغفر جميع الخطية، جميع الخطايا. وعشان نريح صاحب السؤال اقول ان الذين انكروا لاهوت الروح القدس وحكم عليهم المجمع سنة 381 لما تابوا قبلتهم الكنيسة مرة اخرى، فقول المسيح من يقبل الي لا اخرجه خارجا يعني منين ما يجيني واحد بالتوبة لا ارفضه ابدا. وبعدين بيقول اذا شتم احد الروح القدس ثم تاب وندم كل خطية تغفر بالتوبة. هي بس حكاية التجديف على الروح القدس الناس بيفهموها غلط. هي التجديف على الروح القدس يعني رفض الروح القدس من كل القلب مدى الحياة حتى الموت، وبالتالي اللي بيرفض عمل الروح القدس في قلبه مدى الحياة حتى الموت مش هيتوب، لأن لا توجد توبة بدون عمل روح الله فيه.